الـ user experience في SharePoint 2013. بس أنا هتكلم أكتر عن الـ design manager. الـ design manager هو عبارة عن feature جديدة بتساعد الـ designers إن هم يحولوا الـ HTML designs بتاعتهم لـ SharePoint master pages. وده معناه إن الـ designer ممكن يستخدم أي web editor زي Dreamweaver أو Expression Web أو أي web editor, مش لازم SharePoint designer بس زي زمان. مش بس كده, بعد لما الـ HTML page بتحول لـ master page, الـ designer يقدر يكمل شغل على الـ HTML page, وأي تغييرات بعد كده بتتحول automatically في الـ master page. كمان عن طريق الديزاين مانجر الديزاينرز يقدروا يكملوا الديزاين بتاعهم من غير ما يبقوا فاهمين الشيربوينت ماركوب. كان المشكلة في شيربوينت 2007 و2010 ان اللي بيعمل براندنج او يعمل ديزاين لبيجز او ديزاين للويب سايت لازم يبقى فاهم شيربوينت كويس. دلوقتي الموضوع ده اتحل, لان ممكن اتكلم مع اي ديزاينر ما بيعرفش شيربوينت يديني اقول له اعمل لي ديزاين يديني HTML اقدر اعمله انجكشن او اقدر اعمله كونفرجن عن طريق ديزاين مانجر, وبعد كده اقدر اخد السنيبتس اللي انا عايزها المارك اب اللي انا عايزه. فمثلا ممكن اقول للديزاين مانجر ادي ال HTML بيج بتاعتي عايز مثلا التوب نافيجيشن, فيديني مارك اب اقدر ادخله جوه ال HTML بيج بتاعتي, وبعد كده كله بتحول لماستر بيج عن طريق ديزاين مانجر. اخر فيتشر هكلمكم عليها في الديزاين مانجر هو الاكسبورت والامبورت. ممكن بعد لما عملت الشغل الديزاين بتاعي كله, خدت ال HTML بيج عملت لها ابلود جوه شيربوينت اتحولت لماستر بيج, بعد كده بدات احط الكنترولز اللي انا عايزها, حطيت توب نافيجيشن حطيت ليفت نافيجيشن حطيت كل اللي انا عايزه, غيرت الديزاين بتاعي, اقدر اعمل اكسبورت لكل البراندنج في باكج, اخد الباكج دي اروح على سايت كولكشن تاني اعملها امبورت واديها لليوزر تاني, او اخدها من الديفلوبمنت انفايرمنت للتستنج انفايرمنت للبرودكشن انفايرمنت, اقدر اعملها امبورت, وبالتالي كل الكستمايزيشنز والبراندنج اللي انا اشتغلت عليه بيبقى افيلبل للسايت كولكشن التاني. حاجه مهمه جدا الديفايس شانلز, دي برضو من ضمن الفيتشرز الموجوده جوه الديزاين مانجر. دي موجوده من ضمن الديزاين اوبشنز اللي في الديزاين مانجر. دي عن طريقها نقدر نغير شكل الشيربوينت بورتال على حسب الاند يوزر ديفايس. فممكن يبقى عندي مثلا يوزرز بيستخدموا ايباد, يوزرز بيستخدموا ايفون, يوزرز بيستخدموا سيرفس, واقدر اغير طريقه الريندرنج باختلاف الديفايس اللي موجود. فمثلا عندنا الويب سايت بتاع برايت ستار, موجود برايت ستار دوت كوم, فيري ريسبونسيف ديزاين, بيستخدم الديفايس شانلز بتاع شيربوينت, ممكن تقدروا تدخلوا تبصوا عليه. طيب اخر ديمو عندنا النهارده هوريكم ازاي ان احنا نقدر نستخدم الديزاين مانجر والديفايس شانلز في شيربوينت 2013. هرجع تاني للفيرتشوال ماشين بتاعتي. هنا انا عندي سايت كولكشن للنوليدج سنتر بتاع كنتوسو على الانترنت, وعندي ده الهوم بيج, ده سايت كولكشن تاني خالص. فاللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا عايز انقل البراندنج من السايت كولكشن ده للسايت كولكشن ده. انا هكليك على الجير, هلاقي هنا الديزاين مانجر. الديزاين مانجر بتبقى موجوده هنا لأي سايت كولكشن, أي publishing سايت كولكشن. فهنا زي ما احنا شايفين في ديزاين اوبشنز كتيره قوي, ان انا اقدر اغير في الديفايس شانلز, اقدر ابلود ديزاين فايلز واديت الماستر بيجز واحط السنيبتس اللي انا عايزها, اغير في اللاي اوتس. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا عايز اكسبورت كل الديزاين كاستمايزيشنز. عملت كليك هنا على كريت هيطلع لي دبليو اس بي. انا اوريدي عملت الكلام ده عشان ده بياخد شويه وقت, فانا هروح للهوم بيج, اروح هنا للديزاين مانجر واعمل امبورت. اول خطوه هنا اقدر اعمل امبورت اهو, امبورت كومبليت ديزاين باكج, واعمل براوز. عندي هنا branding package.wsp, اختاره واقول له import. الكلام ده بياخد شويه وقت, فانا هسيبه يشتغل لحد ما اخلص بقيه الديمو بتاعي وارجع اشوفه في الاخر. فهنا هرجع تاني
للبيج للديزاين مانجر على السايت كولكشن الاولاني بتاعي، هل ان انا ممكن هنا اعمل مانج للديفايد شانلز، ده اول اوبشن عندي. فانا عندي هنا اثنين شانلز، عندي هنا اثنين شانلز، الشانل الاولانيه بتاعت الموبايل شانل والشانل الثانيه بتاعت اللي هي الديفولت. الموبايل شانل دي بستخدمها عشان اعمل ديفرنت ريندرنج للبورتال بتاعي على موبايل ديفايسز او على اي 64 بت براوزر. برضو من ضمن الديزاين اوبشنز، فانا طبعا هنا اقدر اكريت شانل جديده، اقول الشانل دي بتاعت الايباد مثلا او بتاعت الايفون، ممكن اعمل شانل للكروم، شانل للفايرفوكس، مش بس الديفايس لا الديفايس والبراوزر، يعني ممكن اتحكم في اي حاجه من اللي بتظهر في اليوزر ايجنت سترينج. ممكن افتح ال HTML اتفرج على اليوزر ايجنت سترينج اللي هو بتاع ال HTTP، واقدر اعمل اتحكم في الشانلز بتاعتي. هوريكم كمان شويه اكزامبل للموضوع ده. تاني حاجة من هنا اقدر اجي ابلود ديزاين فايل. فلو عندي ال HTML زي ما قلت لكم انا مش محتاج حد بيفهم SharePoint عشان يعمل ديزاين، فانا لو اداني لو معايا HTML و CSS اقدر اعملهم ابلود من هنا. فمثلا انا عندي هنا mchannel.html عملت له ابلود، اداني ماستر بيج اوتوماتيكلي. اقدر اديت الماستر بيج بقى كمان، مش بس ان انا عملت conversion مرة خلاص، لا انا ممكن اعمل editing للماستر بيج. فهنا عندي مثلا ال M channel وعملت كليك عليه، هبدا edit بقى. فاكرين لما كلمتك عن ال snippets، ده مثلا الشكل الماستر بيج ده شكل عشان مثلا عايز بالموبايل applications M channel dot HTML. فممكن لو عملت كليك على snippets اقدر اضيف بقى شويه حاجات تانية، كنترولز من بتاع شير بوينت، وممكن اضيف ليفت نافيجيشن، ممكن اضيف اي ماركر انا عايزه. ده معناه ان انا ممكن اخد الديزاين بتاعي من الديزاينر اعمل له امبورت جوه ديزاين مانجر، وابدا بقى احط الكومبوننتس بتاع شير بوينت اللي انا عايزها. هنا ممكن اقول له مثلا انا عايز احط ساين ان كنترول، عايز احط سايت لوجو كنترول، عايز اعمل سكيورتي تريمنج، بمعنى ان انا عايز الحته دي من البيج تظهر لناس وناس لا، عايز احط فيديو، عايز احط فيرتيكال نافيجيشن، عايز احط توب نافيجيشن. فخلينا مثلا نقول انا عايز سيرش بوكس، هنا اختار السيرش بوكس، يديني هنا بريفيو، ويديني هنا ال HTML snippet. ادي البريفيو للسيرش بوكس، دي ال HTML snippet. ممكن اغير كمان في البيهيفير بتاعها من هنا، بقول مثلا enabled بدل true false، اي بروبرتيز انا عايزها، واقول له ابديت فيديني HTML تاني، اخد ال HTML احطه جوه ال HTML page، وبالتالي الماستر بيج هيحصل لها ابديت اوتوماتيكلي. هقفل السنابت جاليري وارجع تاني للديزاين مانجر. عندي يبقى احنا اتكلمنا على ديفايس شانلز، على ان انا ابلود HTML فايل، اعمل ايديت للماستر بيج الجنريتد، اقدر اعمل ايديت للديسبلاي تمبلت اللي انا فرجتكم عليه من شويه. اي حاجه ليها علاقه بالديزاين موجوده هنا جوه الديزاين مانجر. اقدر ايديت ديسبلاي تمبلتس، ايديت بيج لاي اوتس، بعد كده ابلش الشغل بتاعي. قبل ما اعمل ببلشنج للشغل بتاعي انا هرجع تاني للديفايس شانلز عشان افرجكم على الموبايل شانل. عملت كليك على ممكن اقول له هنا edit ال existing channels، ده الموبايل شانل بتاعي. اعمل كليك على items واقول له edit ال item. في شويه properties اهم واحده فيهم اسمه device inclusion rules. هنا بقول له ال channel دي هتستخدم لانهي ديفايس او انهي بروبرتيز معينه. فهنا مثلا بقول ان ده هيشتغل للويندوز فون، للاي او اس، او اي براوزر اكس 64. ممكن هنا اقول له كمان انا عايز نفس الشانل دي تستخدم مع الكروم ومع الفايرفوكس مثلا. فيبقى عندي حاجه، فعندي هنا تو شانلز، ديفولت والموبايل شانل. انا هنا هفرجكم على كروم عشان انا مش هقدر افرجكم على الموبايل. ممكن اقول له اكتف او مش اكتف، او دي اكتيفيت من هنا، اقول له سيف. ده كده يبقى انا عندي تو شانلز. فدلوقتي انا عايز بقى اعمل اساين ماستر بيج لكل شانل من الشانلز دي. عملت سيف
وارجع تاني للديزاين مانجر بتاعي وهعمل هنا publish وapply للديزاين. هنا بيقول لي it's time to apply your design. assign a master page لكل channel. وهي في الاخر فكرة الشانل دي ايه؟ انا بيبقى عندي اكتر من master page وبحط rules بتاعتي. لو الراجل جاي من كروم هدي له الماستر بيج دي، لو جاي من فايرفوكس هدي له الماستر بيج دي، لو جاي من على IE هدي له الماستر بيج دي. فهنا انا بقول له الديفولت ادي له الماستر بيج دي اللي هي نوليدج سنتر، لو موبايل شانل ادي له الام شانل ماستر بيج، اقول له اوكي. وعشان اعمل تيستينج لل اشوف الديفايس شانل شغال ولا لا، هروح على كروم. ده السايت كولكشن قبل ما نعمل ابلاي للديفايس شانل الجديده. لو عملت ريفرش دي الماستر بيج الجديده، هلاقي ان انا او يعني ده طبعا المفروض معمول للموبايل، بس انا عشان اعمل تيستنج وريته لكم على الكروم. دي الماستر بيج شغال عادي جدا، سيرش بوكس كتبوا من السنيبتس ريسيرش وهكذا. اخر حاجه قبل ما اقفل الديمو ده، انا كنت في اول الديمو انا كنت عملت امبورت الديزاين باكج، صح؟ عملت امبورت الديزاين باكج على السايت كولكشن ده. تعالوا نعمل ريفرش ونشوف ايه اللي هيحصل بعد لما عملت امبورت للديزاين باكج. عملت ريفرش هلاقي ان كل البراندنج حصل له ابلاي بسبب الدبليو اس بي اللي انا عملت لها جنريشن من السايت كولكشن الاولاني. فده معناه ان انا بكل سهوله اقدر اشتغل على الديفلوبمنت انفايرمنت بتاعتي، اعمل اكسبورت للباكج فيها كل الكستمايزيشنز، فيها كل الديفايس شانلز، الماستر بيجز، فيها كل ممكن كمان يبقى فيها سيرش كونفجريشنز. اخد الكلام ده كله في دبليو اس بي، اروح على testing environment او production environment واعمل import، وفي ثانيه واحده بيبقى عندي كل البراندنج موجود.